السلام عليكم. من كام يوم كده شفت فيديو على السوشيال ميديا، معرفش حد منكم شافه ولا لأ. الفيديو ده مكتوب كده فيه باللغة الإنجليزية: If you want to save money in Dubai, leave Dubai. يعني أنا مش عارف، يعني إيه السخافة دي وإيه التفاهة دي؟ يعني فيديو غريب بجد يعني. لا، يعني يعني الأسوأ من كده كمان، ان في ناس كاتبه في التعليقات تحت الفيديو: ها ها فاني كوميدي. ايه الكوميدي في كده؟ يعني ايه الفاني في كده؟ وعلى فكرة، لو في اي حد بيتفرج دلوقتي على الفيديو ده وانا بتكلم وشايف ان ده حاجة بتضحك او حاجة كوميدي، بس وقف هنا، ما تكملش، لانك مش هتفهم اللي انا هقوله بعد كده. من وجهة نظري أنا شايف إن فيديو زي ده يعتبر شيء سخيف وشيء تافه، لأنه ردة الفعل من الناس اللي هتشوف حاجة زي كده. يعني تخيل مثلا معايا شخص مقبل على إنه هو يجي على دبي، تمام، ولما يشوف فيديو زي ده وبعدين يفكر: إيه ده؟ يعني معنى كده إن أنا مش هينفع أحوش فلوس في دبي؟ تخيل مثلا في شخص لسه جاي على الدولة وبيبدأ حياته ويشوف فيديو زي ده، تخيل التأثير السلبي اللي هيكون على الشخص ده، تمام. تخيل مثلا حد من أهل البلد شاف فيديو زي ده وشافه، أكيد هيزعل، أكيد طبعا هيتضايق ويشوف إن دي حاجة سلبية عن بلده، تمام. أنا شايف إن الفيديوهات دي بصراحة سخيفة جدا وملهاش أي معنى. وممكن حد مثلا في التعليقات دلوقتي يكتب لي مثلا ويقول لي: طيب وانت مالك انت؟ هو انت من اهل البلد ولا حد مثلا عينك محامي عن ان انت تتكلم على الناس اللي هي اهل البلد؟ يعني هقول لك على عيني وعلى راسي، لا، انا اكيد طبعا مش من اهل البلد، انا راجل مقيم في الدولة، بس انا بعتبر البلد دي كأنها بلدي، وبعتبر أهلها كأنهم أهلي. أنا باكل وبشرب من خير البلد دي، تمام، وعايش أمنها في أمنها وأمانها طول الوقت من تقريبا حوالي 17 سنة، وده رزق ربنا سبحانه وتعالى كاتبهولي، وفي آلاف غيري زيي بالظبط، تمام. فأنا لما أشوف فيديو زي كده وحاجة زي كده بالشكل ده، أكيد هتضايق وأكيد هزعل. حاجة طبعا تنرفز، وفيديو ملوش أي معنى وملوش أي، يعني مش فاهم يعني إيه الهدف منه. يعني هو مش كوميدي خالص ولا مضحك خالص، ودي مش مادة للسخرية نهائية. حد كمان ممكن يكتب لي في التعليقات يقول لي: طيب يعني إيه المطلوب؟ مش مطلوب حاجة، هو ده رأيي الشخصي، وده اللي أنا شايف إن فيديو زي كده بصراحة شيء سيء جدا، ويعتبر دعاية سيئة جدا للبلد. اللي هيحس فعلا ان ده شيء سيء وفيديو مش كويس ان هو يتعمل، الناس فعلا اللي بتحب البلد دي من قلبها، زي كده بالظبط. بس ده اللي انا كل اللي انا كنت عايز اقوله. شكرا، سلام عليكم.